من مدح نفسه دمه، يعني أنا ما أمدح على الصحافة والإعلام والجماهيرية تقيمة، بس أنا على ما كنت حاب يدخل بهذا الوسط. أوه. لأنه أنا حلفت يمين إنه أي واحد من عائلتي، ولا عندي واحدة من البنات إذا تمثل الآن فممثلة كبيرة، ما خليتها تدخل، اشتغلت رياضة ومثلت بالمدرسة وما خليتها. الآن يا أصدقاء نقعد نتناقش، وعلى أكو عنده صفة طيبة إن شاء الله ما نكثرها، من يطلب شغلة ما يطلبها من عندي مباشرة من باب الاحترام، يقول لأمه، يستحي وسيط، عمره ما واجهني بأي موضوع عدا الموضوع الفني نتناقش أنا وياي، نتفق ما نتفق ما شو. هو خوب يدري يعني أجيبها بأعمالي مخرجا ممثلا، هسه هو مخرج مسرحي وعندي أعمال مسرحية مهمة ما يخون، يروح من أي مكان يأخذ مسرح، ما أقدر أقول له أنا أبوك غصبا ما عليك تشتغل هذا العمل، بس أعرف فلسفته وأعرف شغله وأنا أريد لي يصير مسار صح يكمل الصحيح. زين إذا أسأل على عن والدك شلون توصفه؟ يعني هذا السؤال صعب بالنسبة لي كلش يعني في الحقيقة، يعني لأنه يعني أنا دائما أقول لهم أنا يعني لولا وجود أبويا يعني أعتقد أنا ما أسوى شيء حقيقة، يعني على مستوى اجتماعي على مستوى فني، لأنه نادرا أعتقد من النوادر جدا أن تجد هو مو أب، هو صديق قبل أن يكون أب، صديق وصديق 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 كل بالمؤخر يجي أب، يعني هو أهم شيء من أول لحظة إحنا خلقنا صداقة عظيمة بيناتنا يعني، وهذا أكثر شيء فرحان به. الأهم من هذا كله أنه أنا أكثر شخص بالعالم دائما كان ينصحني بأشياء مثلا وأخالف كلامي في بعض الأحيان وأكتشف أنه هو صح، فعنده نظرة، عنده أنا دائما أقول بابا عنده 10 حواس مو 6، يعني عنده إحساس غريب عجيب بالأشياء، فهو دائما يعني الأول والأخير هو الداعم لي بكل شيء، ولهذا أنا يعني ما أتخيل لحظة من لحظات حياتي في كل خطوات حياتي أن ما يكون موجود بيها، سواء كان برأي بدعم بكل شيء، بهذا عمري لهاي اللحظة أنا من أحتاج فلوس أروح أمد إيدي بجيبه، لهاي اللحظة أنا من أحتاج أي شيء فنيا حياتيا استشارة حياتية ألقاه بحياتي موجود، يعني أنا أعتقد أنا محظوظ.